مرحب احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير منقوشي حجم عائلي، والعجينه بمكونين اثنين فقط. هيدا شكل العجينه، بتطلع بهيدا الشكل المنقوشي من الاسفل، وهيدي العجينه كتير طريه، شايفين كيف كتير روعه، هشه وطريه ومثل القطن. لنبلش الطريقة مع بعض. قبل ما نبلش بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا بالعجينة كوب وربع طحين، غيرت بكوب المقاس، ورح نحط كمان نص كوب لبن. هيدا طحين بيجي اللي فيه خميري منه، فيه موجود بقلبه يعني خميري. هلا بعجنهم مع بعض. بسم الله. بتأكد من العجينة كيف صارت هيدا القوام المطلوب، بدنا نشيلها ونحطها بالجات. نحط زيت خفيف، كمان بدهن الجات. عجينة كتير سهلة وسريعة، وبس بمكونين فقط، ما بتاخد وقت ابدا بالتحضير. هلا بحط العجينة بالجات، بغطيها وبحطها بمكان دافي ترتاح نص ساعة. هيدي العجينة بعد ما ارتاحت نص ساعة بدنا نكفي مع بعض. عندي هون زعتر وكمان طحين، برش شوية طحين. طريقة كتير كتير سهلة ورائعة لرمضان. كمان برش طحين عشان العجينة كتير طرية، وهيدا لازم يكون انه العجينة تكون طرية منيح. هلا بمدها
حطها بالصينية ومدها بالصينية أفضل. لزقت بحط طحين. بعد ما مديت العجينة بهذا الشكل هلا بعملها بهذه الطريقة. بدهنا بزعتر، اكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هلا بحطها بالفرن. هيدي المنقوشة اللي عملتها أنا وياكم أخذت بالفرن 15 دقيقة. نشوف كيف طلعت من الأسفل كمان. عجينة كتير ناجحة ورائعة وسهلة، ما بتاخد وقت بالتحضير. هيدا شكلها من الأسفل كتير رائعة، وهيدي بتطوي بكل سهولة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي أحبابي.